انا اعرف انت تقدر الاتحاد كثير، نادي الاتحاد نادي كبير ونادي بطل. يعني انا اسمع انت تتحدث عن الانديه، بس انا كذا مره التقينا دائما تتحدث عن الاتحاد بشكل ايجابي، ليش الاتحاد بالذات؟ يا اخي نادي فيه روح البطوله، ما يفرق من اللي يعني من اللي يلعب فيه، الاجيال اللي تمر عليه، بس تحس انه نادي بطل. يعني نادي بطل، نادي محترم، نادي بطل. تشعر لما الهلال يلعب مع الاتحاد في شيء مختلف؟ اي طبعا، ما في شك، ما في شك، كلاسيكو بين فريقين غير عاديين يعني.